ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا. ترأس اجتماع اللجنة بحضور أصحاب السعادة وزراء التربية والتعليم والعمل والتنمية الاجتماعية والصحة وشؤون الإعلام والشباب والرياضة ووكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون البلديات. وفي بداية الاجتماع رحب معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة بأصحاب السعادة الأعضاء وألقى معاليه كلمة بهذه المناسبة. يطيب لي أن نجتمع في هذا اليوم 18 من شهر مارس، يوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني، تزامنا مع مناسبة مرور عامين على تدشين الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا. وأنه يسعدني أن أشيد بجهودكم المشكورة ومساهمتكم القيمة في متابعة تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية التي تم وضعها انطلاقا من البرنامج الإصلاحي الشامل والرؤية الملكية السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، من أجل تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ الوحدة الوطنية، وكذلك تأكيدا للاهتمام الدائم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، بأن يكون تعزيز الهوية الوطنية ضمن عمل الحكومة الموقرة وجزءا أساسيا من ثقافة الأجيال القادمة. ولا يخفى عليكم أصحاب المعالي والسعادة إن مملكة البحرين تتعرض في الفترة الأخيرة للدعوات التحريضية والتقارير المنحازة الصادرة من أطراف ومنظمات خارجية وقنوات إعلامية مضللة بقصد شق الصف والتشكيك في الإنجازات الوطنية، حيث تستهدف هذه الدعوات نشر الفوضى والنيل من الاستقرار الوطني. ولكن البحرين تمكنت ولله الحمد بفضل قيادة وحكمة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه من تجاوز ما واجهناه من تحديات وأزمات، وخرجت منها أقوى منعة وأشد صلابة بفضل التلاحم الوطني بين القائد والشعب. وفي هذا الشأن فإنني أسجل اعتزازي بالروح الوطنية التي تمثلت في عدم الالتفات لتلك الدعوات وما حملته في طياتها من إساءات للنيل من وحدتنا الوطنية. وهذا الموقف البحريني المسؤول إنما هو تأكيد على التمسك بالهوية الوطنية وإدراك الجميع بدون استثناء بأهمية دورهم ومسؤوليتهم الوطنية في المحافظة على السلم الأهلي. وإن ما نعيشه اليوم من تعاون وتآخي وأمل وطموح يضع الجميع أمام واجبهم الوطني لتعزيز المواطنة والهوية والانتماء، وإنها تشكل فرصة وطنية لتعزيز الجبهة الأمنية الداخلية وبناء الكوادر الوطنية المخلصة لتكون مرتكزاً لمسيرة البناء والتنمية ولتعزيز قيم الأخاء والتسامح بين مكونات المجتمع. فقد تحررت الأصوات الصامتة وتجاوزنا حدود الطائفية لتعلو هويتنا الوطنية ويتعزز انتماؤنا للبحرين. وإننا ولله الحمد ننتمي إلى بلد نشأته عروبية إسلامية وهي مصدر هويتنا وتراثنا، كما إننا نؤمن بالتعايش والتعددية التي تعد جزءاً أساسياً من حضارتنا وثقافتنا. وليس التاريخ ببعيد، فقد كان الموقف البحريني الرائع لأبناء الوطن عند التصويت على ميثاق العمل الوطني إجماعاً شعبياً تفخر به الوطنية البحرينية في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. واليوم تأتي الروح الوطنية المخلصة
التي ظهر بها فريق البحرين الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه في متابعة جهود مكافحة جائحة كورونا، والتي كانت محل إشادة من الهيئات والمؤسسات الدولية. تأتي هذه الروح الوطنية لتجسد موقفا تاريخيا آخر يعبر عن عمق الإحساس الوطني في هذا البلد. وبهذه المشاعر المخلصة أطلقت الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة أكثر من 100 مبادرة وطنية تذكرنا بأهمية المحافظة على عاداتنا وتاريخنا الوطني. ويطيب لي في هذه المناسبة أن أعرب عن شكري وتقديري لأصحاب المعالي والسعادة أعضاء لجنة المتابعة ولكافة الشركاء من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والشكر موصول كذلك لأعضاء المكتب التنفيذي بحريننا، ولتبغى غايتنا حماية الإحساس العميق بالوطنية لتجني البحرين ثمار مبادرات الانتماء الوطني. أسأل الله أن يحفظ أمن البحرين واستقرارها في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. هذا وقد اطلعت اللجنة على مستجدات تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية والتي بلغ عددها حاليا 107 مبادرات، تم إنجاز 81% منها، من بينها 41% تم تفعيلها بالكامل، حيث أشار الإيجاز إلى أن الخطة الوطنية ورغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا تمضي في مسارين متوازيين، يتعلق الأول بوضع إطار تنظيمي مؤسسي لتنفيذ وإدامة عمل الخطة، فيما يتعلق المسار الآخر بتفعيل المبادرات. كما أنه وفق توجيهات معالي وزير الداخلية رئيس لجنة المتابعة فقد تم التركيز على مبادرات إحياء الموروث الشعبي. كما اطلعت لجنة المتابعة خلال الاجتماع على ما تم تحقيقه في مجال تفعيل الدراسات، حيث تم استعراض نتائج الدراسة التي أجريت حول مؤشر التعايش وقام بتنفيذها مركز دراسات بالتعاون مع المكتب التنفيذي لبحريننا، بالإضافة إلى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية. كما قام مركز الاتصال الوطني بإجراء دراسة حول القيم البحرينية في وسائل الإعلام. وأشار الإيجاز إلى توثيق كافة الأعمال والتطورات وإصدار نسخ محدثة للخطة الوطنية. كما يتم من خلال النظام الإلكتروني التوثيق والأرشفة الإلكترونية لجميع المبادرات من خلال شركاء الخطة من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والبالغ عددهم 25 مؤسسة. كما تم تدريب 86 موظفا على النظام. إلى ذلك اطلعت اللجنة على المستوى المتقدم في تجاوب الجهات المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية، مقدرة الجهود التي بذلت من أجل تحقيق أهداف الخطة، والتي تعد حالة مستمرة من العمل والمراجعة والتطوير والتقييم في إطار رؤية موضوعية للظروف المستجدة واستجابة للتحديات والقدرة على الحفاظ على هويتنا الوطنية. وفي ختام الاجتماع أعرب معالي وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، أعرب عن شكره وتقديره لأصحاب المعالي والسعادة الأعضاء على دعمهم وتفاعلهم مما كان له الأثر الإيجابي في تفعيل مبادرات الخطة. كما شكر معاليه الجهات الرسمية والأهلية على ما يبدونه من تعاون وحس وطني رفيع للمضي قدما في تنفيذ الخطة الوطنية وتحقيق أهدافها المرجوة. كما أعرب معالي الوزير عن تقديره للإعلاميين وكتاب المقالات مقالات الرأي على تفاعلهم ومشاعرهم الوطنية التي عبروا عنها تجاه ما تتضمنه الخطة الوطنية من مبادرات، والشكر موصول لكل من سعى وبادر من مؤسسات وأفراد للمشاركة في هذا العمل الوطني المتميز، متمنيا معاليه للجميع التوفيق والسداد في العمل على تحقيق الأهداف المرجوة بما فيه خدمة الوطن.
ونحن نملك رصيد كبير جدا من التاريخ العريق وأيضا التراث المجيد. هذه نحن في وزارة التربية في ضمن خطة العمل مع وزارة الداخلية وأيضا فرق العمل الخاصة ببحريننا، نركز على كثير من الأمور في التي تهدف إلى بناء الشراكة فيما يتعلق بالأنشطة الطلابية، أيضا فيما يتعلق بأيضا حتى غرس القيم وفي مناهجنا الدراسية. ولله الحمد هذا التعاون حقق نتائج جدا متقدمة تدعو إلى الارتياح والتفاؤل. في الحقيقة يعني ضمن الخطة الوطنية يعني تطلع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمبادرات في مجال يعني تعزيز الشراكة الاجتماعية وزيادة مساهمات الجميع من مختلف القطاعات الأهلية والخاصة والرسمية للإسهام في حركة التنمية وحركة تعزيز اللحمة الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني وتعزيز الخدمة العامة لخدمة المجتمع. وزارة العمل تعمل على الإشراف على كافة المنظمات والجمعيات الأهلية اللي تستهدف أيضا المشاركة في عملية التنمية وخدمة الفئات المحتاجة وتنمية المجتمعات. فالحقيقة يعني الشراكة تتجسد في الكثير من المبادرات والكثير من الجهود، وإن شاء الله تتعزز في المستقبل. البحرين هي لحمة واحدة، هي انتماء وطني راسخ بين القيادة وبين الشعب بمختلف الشرائح والأفراد. اليوم بمناسبة الاحتفال بيوم الشراكة المجتمعية في هذا التاريخ 18 من مارس، طبعا هو يعتبر هذا الموضوع المشاركة الشراكة المجتمعية عنصر أساسي من عناصر الانتماء الوطني، وهذا ينعكس أيضا على الخطة الوطنية للانتماء الوطني اللي تم تدشينها من قرابة العامين ولها أثر كبير. وإحنا هذا ما لاحظناه يمكن فعليا، ويعني في وقت كانت البحرين والعالم كله كان يمر بأزمة، فلاحظنا هذه الشراكة انعكست وظهرت من خلال العمل التطوعي اللي صار في فترة الجائحة الكورونا في عام 2020، وإحنا ما زلنا طبعا يعني فيها. فمن خلال المتطوعين والشراكة من قبل جميع المؤسسات، سواء كانت المؤسسات المجتمعية المؤسسات الحكومية، كلها كان لها دور. فهذا اندل على شيء، فإنما يدل على الحس الوطني العميق لدى كل المواطنين اللي هذين هبوا لتقديم كل واحد في كل في مجاله. استمرارا للجهود المبذولة في وضع الأطر التأسيسية، استمرت المبادرات والبرامج والتي أثبتت أهميتها ودورها الحيوي في تعزيز روح المواطنة رغم الظروف الراهنة لجائحة كورونا، ومن خلال تفاعل شركاء الخطة واستمرارية التنفيذ والتواصل المستمر من خلال التحول الرقمي. تنفيذ ومتابعة الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة مستمر رغم جائحة كورونا. اشتغلنا على مسارين، مسار اللي هو وضع الأطر، الأمور الإدارية، إعداد مكتب تنفيذي، والعمل على عدة دراسات لدراسة أثر البرامج الموضوعة وأيضا لدراسة القيم البحرينية. في نفس الوقت استمرينا في تفعيل المبادرات والبرامج الموجودة واللي قاموا بها شركاء الخطة. العدد المبادرات اللي تم إنجازها تقريبا 81% منها، وهي أكثر من 100 مبادرة. من المبادرات اللي حاولنا أن احنا نعززها ونأكد عليها اللي هو إحياء الموروث الشعبي، العادات والتقاليد البحرينية، الزي البحريني، نحاول نأكد الهوية البحرينية. وفي نفس الوقت أيضا هناك مجموعة من المبادرات اللي ركزت على تعزيز المواطن البحريني أما في مملكة البحرين وخارجها، من خلال مبادرات مثل صنع في البحرين، منصة المتطوعين، منصة الخبراء. وجميع هذه المبادرات مرتبطة سويا لصناعة مستقبل البحرين. الخطة الوطنية خطة للشباب البحريني، الشباب البحريني هم جيل المستقبل واللي على أساسه بنرسم وبنصنع مستقبل مملكة البحرين.
هكذا ويستمر العمل الدؤوب لخدمة شباب الوطن، وتمضي بحريننا من خلال شركاء الخطة الوطنية في تجسيد أجمل صور الشراكة المجتمعية في رسم وصناعة مستقبل البحرين. طبعا بعد مرور عامين على تدشين الخطة الوطنية بدأنا يعني نرى آثار هذه الخطة في العديد من المبادرات الوطنية، خصوصا بما يمر به العالم الآن من الجائحة والبحرين خصوصا، فرأينا هذه الآثار في الحملات التطوعية، المبادرات الشبابية، فهذه أكبر دليل على أن هذه الخطة أثرت في المجتمع، ونتمنى إن شاء الله تكون في خطط يعني مستقبلية تفيد أيضا الخطة. نساهم مع أهل البحرين للتنمية السياسية في الكثير من المبادرات، يمكن أهمها برنامج ترابط اللي كان برنامج موجه لكافة فئات المجتمع، استضافنا فيه نخب من المسؤولين في الدولة للتكلم عن الإنجازات اللي حققوها، وكذلك لتتكلم عن حقوق وواجبات المواطنين في هذه المجالات المختلفة. إن الهوية البحرينية تقوم على الانتماء للأرض والولاء للقيادة والفخر بالانتماء للمحيط الخليجي والعربي والاعتزاز بالتاريخ الوطني الذي تميز بالعطاء مع شركاء الوطن في إطار من التعددية والتسامح والالتزام المسؤول والانضباط بمفهومه الشامل والانفتاح على كل الثقافات الإنسانية والإيمان بالعدل والحرية والتطلع للمستقبل بطموح لا يتوقف عند الإنجاز.